احتضنت قاعة الاجتماعات بمعهد ابن عباس صباح اليوم حفلا لتوزيع 15,000 نسخة من المصحف الشريف، وذلك لصالح عدد من الأئمة والفقهاء وشيوخ المحاضر في العاصمة. يدخل توزيع المصحف الشريف في إطار مشروع تنفذه الندوة العالمية للشباب الإسلامي في العديد من بلدان العالم من بينها بلادنا. المنتسبون لرابطة حفاظ القرآن الكريم من الأئمة والمشايخ يستفيدون من توزيع المصحف الشريف الذي أطلقته منذ سنوات الندوة العالمية للشباب الإسلامي. رابطة حفاظ القرآن الكريم تسلمت خلال هذا الحفل حوالي 15,000 نسخة من كتاب الله العزيز الحكيم. إنه قد حل اليوم ضيفا ببلادنا، وقد جاء بكميات معتبرة من المصاحف، وقد كان نصيب رابطة حفاظ القرآن الكريم منها يصل إلى 15,000 مصحف، فنقول أن هذا النصيب بإذن الله تعالى سيوزع على مجموعات أربعة: المجموعة الأولى المساجد، والمجموعة الثانية المحاضر القرآنية، والمجموعة الثالثة المؤسسات الإسلامية العاملة في البلد، والمجموعة الرابعة الأفراد الذين يرغبون في اقتناء المصحف لتعلمه والاستفادة منه. فجزاهم الله خيرا على هذا الجهد، وجزاهم الله خيرا على هذه الهدية الكريمة، فلا نعلم هدية في الدنيا أعظم من هذه الهدية. ويؤكد القائمون على هذا المشروع العلمي حرصهم دوما على إشراك أئمة وشيوخ المحضرة الموريتانية في برامج دعم وتوزيع وحفظ القرآن الكريم. إني ما اهتمت به الندوة الاهتمام بالمصحف الكريم، وقد بدأ مشروع قبل عقد من الزمن، وكانت غايته العناية بالمصحف ونشره، وذلك من خلال مسح بعض الملدان. فرأت الندوة أن يكون لديها مشروعا خاصا بنشر المصحف الشريف، وأبشركم أن الندوة منذ أن بدأت مشروعها إلى اليوم طبعت أكثر من 3 ملايين مصحف بمعدل 30 نسخة لكل إمام أو شيخ محضرة. تمت عملية توزيع هذه الكمية من المصاحف الموجهة إلى رابطة حفاظ القرآن الكريم.